السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رياض محرز، يعني وين كريم زياد، كريم بنزيما وين محرز أخطر اللاعبين ويجب منع الوصول الكرة إليه. أشوف برنابيو غادي تدخل تفرج في محرز، يشوفوا الفنيات تاع محرز، وين كي كريم بنزيما تكلم على محرز يعني يزيد له في السوق تاعو. هذه بايك مليحه، ناس كاين اللي اذكياء يعرفوا كيفاش يطلعوا السوق تاع الجواله، جوال مع جوال يعرف كيفاش يطلع له السوق تاعو. يعني وين قال لك محرز اخطر لاعبين في المان سيتي ويجب منع الوصول الكره اليه. تحدث كريم بنزيما المهاجم يعني لريال مدريد عن مواجهة المنتظرة اليوم أمام مانشستر سيتي، يعني في مرحلة النصف النهائي دور أبطال أوروبا. وقال كريم بنزيما أن خلال تصريحات لقنوات يعني من حسن الحظ أن المباراة يعني انتهت بأربع أهداف لثلاثة، يعني نتيجة اللي تخلي الجوار يدخل يعني باش يقدم مستوى، ماشي 4-0 ولا 4-1 ولا ما يجري. هما محترفين يلعبوا حتى آخر دقيقة، بصح ماشي كيما تخلي فرق تاع هدف ماركيت غاليزي يعني وقت تلعب. هذه اللي مليحة. وين تكلم وين قال لهم اللقاء صعب جدا، واتمنى ان تكون يعني مباراه تكون في القمه بكم، وين جاهزه وين وتكون التشكيله جاهزه للمباراه وفي قمه التركيز. يعني وين لعاب مدرب قائد فريق حقيقي، شو كيفاش قال لك اتمنى، وين قال لك مباراه تاع اليوم صعيبه جدا، واتمنى ان تكون قائمة تاع ريال مدريد بكامل جاهزية لمباراة وفي قمة التركيز. هذه مباراة تاع تركيز تاع لعابة يكونوا مركزين بيان، تاع تركيز ماشي زعاب، يروح لك التركيز راحت لك. هو أصلا غوارديولا ديك خطرة شهدرها الثلاثة اللي فاتت مي ربحوا، قال المباراة اللي جاية قال لهم لازم نلعبوا 100%، لازم كل لاعب يقدم 100%، ما التالي كاع يقدم 100%. خاطش ما نقعدوش احنا يعني مازال ورجة وبالك من لا، قال خاطش غادي تسمح للريال مدريد 10 دقائق ما تدورش مليح 10 دقائق برك، قال كي ماركوك 3 بيت. واضاف كريم بنزيما يعني وين تكلم عن يعني المباراه، يعني وين حاول ذكرياته في اللعب يعني في 2020 امام مانشستر، يعني وحاول الفوز على مانشستر لكن بدون جدوى. وإن أضاف يعني المباراة هذه اللي غادي تكون يعني في صالح يعني في لكن مصلحة النادي هي الأهم، وحاليا يجب اللعب من أجل ألوان النادي، ثم بعد الخوض مواجهة وهو من الذي سيلعب جيد هو الذي يستحق أن يكون في النهائي. ووصل فقدنا لعاب مهم في النادي يعني بسبب الإصابة ولا معسكر والله ما على بالنا. وين هو وين تكلم يعني على في المقابلة اللي غادي تجري وبكامل يعني قواهم يعني فوتوها، وين قال لهم الرعب، ولكن بالتحديد وين يوجد لعاب مرعب، ولكن بالتحديد رياض محرز هو الأخطر لعاب ويجب منع الكرة من الوصول إليه. تشوف حنا المهم تسمع كيما قال على رياض محرز تريح، وين تشوف تعرف بلي رياض محرز يعني وين لعاب اللي عنده سمعه تاعه، لعاب يعني وين يقدم في كل مباراه يقدم الكثير والكثير. يعني على ذيك نقولوا بلي رياض محرز الناس اللي بغات تذبحوا ناس هذو اللي دائما وين هما ما بيهمش ليكيب ناسيونال، ما بيهمش ليكيب ناسيونال يعني بالخف يقارعوا ويحوسوا يصفوا يعني يصفوا حسابات، يكونوا شادين هالك شادين على جهه حاطينها، كي تغلط يجبدوا لك يطيحوا عليك. محرز كي طاحوا محرز نهار اللي خسرنا مع كاميرون ولا طاحوا عليه،
هما جزائريين ادعوا بانهم جنسيه جزائريه وحنا جزائريين وحنا بصح هذوك عندهم خلفيات مع السلطه، عندهم خلفيات مع المؤسسات عسكريه، مع مؤسسات وطنيه جزائريه، يعني وين عندهم خلفيات، يعني وين يضرب لك محرز. علاش ضرب لك محرز؟ محرز لان ربد الرايه الفلسطينيه. شو كيفاش هاد الناس هذو علاش طاحوا على محرز؟ علاش طحتوا على محرز؟ علاش زيدوا هضروا عليه اليوم؟ خاطر علاه اليوم راكم تخدموا باسمه. نهار الكاميرون ميكملت بارتيه طحتوا عليه مسكين، ولا يقول له محرز في السيتي راجل مباراه، وفي الجزائر راجل كواتر هذيك تيلور. علاه بالخط جاكم سهل من بعد تقرتوا لشاب الدين عمارة، من بعد تقرتوا لقصامه ايطو، من بعد تقرتوا من راكم كيزاوش حيط، مازال كاع ما كذبتوش بلاصتكم. وين حنايا وين وصل رياض محرز، وين وصل النجم رياض محرز؟ يعني من اجل تقديم اداء، يعني راه يقدم، راه يقدم في مستويات. على هذيك نقولوا بلي ودي رياض محرز وين تغيظ بزاف الى ما لعب، الى ما لعب، الى ما لعبش كوب دي موند تغيظ بزاف. والله لا تغيظ بزاف لعاب كيما هذا، انا ما نكذبش عليكم تنقارع لها ولا عمي كوب دي موند، تشوف يعني تزيد تشوف اللعابه تاعك. والله اسمع ما ننساوش وين مباراه تاع هذه على بالك اللي يقول لك ضغط وكلش، مباراه هذه ما محرز يعني ما عندوش ضغط فيها، ما عندوش مباراه اللي ما عندوش ضغط فيها، مباراه اللي يلعبها يعني بشكل عادي. كي تشوف محرز يلعب تحسب باللي يلعب اي لعب هكا، قال بوله بيده راه داخل هكا بيها، راه يلعب بيده مع دراري صغار. هذو هما الاساطير تاع كره القدم، ما تقارعلوش بزاف بصح قارعلو يعني في الدقيقه الاولى يدير لك هداف في الدقيقه، في اي دقيقه. مشاهدنا وين حتى وين غوارديولا وين في تصريح وين قال لهم تصريح لموقع مانشستر سيتي، وين اعترف المدرب غوارديولا بانه مطالب جدا يعني مطلب جدا من الجناح الجزائري كونه حاسم في المواعيد المهمه، وين قال لهم انا محظوظ بوجود محرز معنا. فبعد تألق محرز في نهايه الموسم الماضي بتسجيله ضد دورتموند وبياسي ما كان السيتي من الوصول الى نهائي دور ابطال اوروبا، وين قال لهم كون شي محرز ماركا لي بيت ما كناش غادي نوصلوا. كما قال بيب غوارديولا انه موهبه يصعب العثور عليها للكفاح معا، لانني اعرف جوده التي يتمتع بها وهو لعاب يتعامل مع الضغوطات. واضاف المدرب برشلونه السابق محرز يحب اللعب في اصعب المراحل ويقرا المباريات بشكل مثالي، من الصعب العثور على لاعبين مثله. والجدير بذلك ان صاحب القميص 26 وين شعلنا وين يعني وين قدم مباراه كبيره يعني في الاسبوع الماضي، يعني وين شاهدنا وين محرز يعني وين لعب يعني 90 دقيقه وين قدم مباراه امام ريال مدريد. اليوم فانك ننتظروا رياض محرز باش يقدم مباراه يعني مع الكبار، غادي يلعب مع الكبار، غادي يلعب كونت فريق كونت نادي كبير، نادي عالمي. يبقى اسم تاع ريال مدريد، بقى مانشستر سيتي يعني وين راه عنده اسم وكسب شخصيه كبيره يعني في العالم، يعني السمعه تاعو تجاوزت اوروبا وين راه في الموند كونفلي. عرفتوا غير اللعابه اللي عندهم، اللعابه اللي راهم فما كاع غادي يلعبوا كوب دي موند ابار محرز اللي مازال ما نعرف، محرز برك اللي ما نعرف، هذه اللي تغيظك باش يكون على بالك. تبقى تشوف اللعابه اللي راهم في مانشستر سيتي راهم يلعبوا مع محرز كاع مكالي في كوب دي موند ابار محرز برك، ومحرز هو الرسمي تاعهم، هو الشيكور تاعهم. نجمو نقولوا باللي نجوم كبار غابوا على الكوب دي موند، كاين بزاف كاين شي عمل خطره يعني نجوم كبار ما لعبوش كوب دي موند بسبب الاصابه او بسبب الاقصاء. هذه هي كاين اللي يروح يهضر لك يقول لك باللي هاو طليان ما راحتش، يا ودي تهضر ليش على طليان؟ ها نروحو نلعبو في اوروبا ولا حنا نلعبو في لافريك؟ على الله ما نعرف. كما يقول لك صرا لي صرا، الناس قال لك عندنا وثائق، كاين اللي يقول لك عندي باش نهز
العالم، كان يقول لك عندي كاسات فيديو يطوي مد في الدراهم، الاتحاديه تاعنا تهدر، ناس هي تهدر، وما خرجت قولوا لنا، كي تخرج خبرونا ربي، هذه هي كي تخرج قولوا لنا. ما بنادم عيا من راسه ولا عينه.